أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات إيزي تو يو. هلا نحن أنا جبت آيفون أخت بلوس. شوفوا هذا الجهاز هيك بيجي مغلف، نفتحه نعمل أنبوكس قدامكم نشوف شو في مواصفات جديدة. هذا الجهاز العلبة دائما بتكون مرتبة طبعا من ايفون. افتحها معنا شوي وهيك بيكون الجهاز جوا ديزاين. هون طبعا هاي ورقة التعليمات فيها البن او الدبوس تبع الشريحة طبعا ما فينا داعي نحكي انه الايفون ما فيه سيم كارت، ما فيه عفوا اس دي كارت او بطاقة ذاكرة. هذا هو الجهاز مثل ما شايفين. طبعا الخلفية جلاس بزيز، وعندنا ما في شيء جديد. هذا الشاحن الايفون طبعا ما له شاحن سريع، انا لذلك اضطريت اشتري شاحن سريع معه وكمان كابله. طبعا هاي السماعة كل شي مرتب. وهذا هو الكابل. هذا هو الجهاز، ما في شي جديد. انا جبت معه النانو هايتك مشان الشاشة وبنسى جلاس، ومباشرة جبت معه الواقي الحماية. هاي الانبوكس تبع الايفون 8 بلس، واهلا وسهلا فيكم.